هذا وهذا الحديث مجددا حول مسلسل فضائح زعيمة تروتسكية لويزا حنون، ترجمه حصولها في وقت سابق على مبنى تابع للجيش الوطني الشعبي، وحولته لويزا حنون إلى مقر مركزي لحزبها دون وجه حق. وتفاصيل في تقرير طارق دريدي وأمير ضيف الله. من هو اللي خرق الدستور؟ من هو اللي خرق الدستور؟ وما دي السياج تاع الجيش راهو دايروا سياج للحزب تاعو جبهة التحرير ولا هي؟ تصريح سعداني حول استيلاء لويزا حنون على احد مقرات الجيش بالحراش بعد ان منحها عرابها الجنرال توفيق الضوء الاخضر لتحويل مبنى رسمي لمقر تشكيلتها السياسيه، فتح الباب للحديث مجددا حول معادله ان حنون الذراع السياسي للجنرال المعزول محمد مدين. تنقلنا إلى مقر حزب العمال الواقع بشارع بلقاسم بالخيري بالفور الحراش، هنا صنعت حنون إمبراطوريتها. المبنى من طابقين ويقع في مكان استراتيجي، هنا تنام الموالية للنظام والتي تتنعم بالحراسة الشخصية وقافلة من السيارات الرسمية لتستيقظ على المعارضة. المبنى بكاميرات مراقبة لجيرانها، وللجزائريين رأي في من كانت ذات يوم تطمح لدخول قصر المرادية بعبارات براقة. رجعت ما تخدم حتى الواحد تخدم الروحة وما عندهمش أمي. تروتسكي بما كان يقول لك تروتسكي ما تم بشيء. صحابها كانوا يهضروا في الميكرو يقولوا علاش تقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شيء مدهش. كيفاش منا الخطابات وهذه وحنا احنا نمنوا بالناس كي تهضر بلسانها ومن بعد يورونا من جهه واحده اخرى العقارات والباطيمات واش هذا العجب؟ احنا خويا لويزا حنون احنا ما نخدموهاش هذا ما كان. يا شوف هي ماشي تدافع العمال، باش تدافع العمال نقول لك ماشي بالصح تدافع بالهضره قدامك الديسكور يدافع العمال ليكم الشعب كي يشوف في التلفزيون صح يدافع العمال صح ولا لا؟ ما شفنا والو خو العمال تاعنا مساكن الله ربي يكون معاهم. واش نقول لك على لويزا حنون؟ انا نقول لك ماذا بيا غير تروح تروح. انا عينا منها وكرهناها هذيك تاع فيتن. ما نسحقوهاش هذيك ماشي الجور ديالنا يا خو، حرام هذيك مع ربي وحرام، ربي مسخ بينا الارض كومبلي على بالك. شوالي حنا عباد رجال يا خو، دوك انت راجل ماشي دوك ما رادين لك بالقفله هكذا من الفوق، ماذا بيا شدوا رجال. لويزا حنون وعلى مدار 25 سنة كاملة كونت هي الأخرى إمبراطورية مالية، عقارات وشقق تأخذها باسم العمل الحزبي والنقابي، لكن عندما تقدم التقرير الأدبي والمالي حزب العمال أفقر الأحزاب لكن زعيمته الأغنى في الساحة.